بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، والصلاة والسلام على رسول الله سيد الخلق أجمعين وخاتم النبيين والمرسلين. دي حلقة ثالثة برد فيها على الأخ رشيد اللي ترك الإسلام واعتنق المسيحية. هو حر، مشكلة خالص، لا هيقلل من الإسلام ولا هيزود من المسيحية، زي ما لو أي حد ساب المسيحية مش هيقلل من المسيحية ولا هيزود من الإسلام. والله أعلم مين مصيره الجنة ومين مصيره النار، ولكن هو مجرد رد على ما يثيره الأخ رشيد ويدعيه أنها أسباب جعلته لا يؤمن بالقرآن ككتاب إلهي، ويقول أنه كتاب من تأليف محمد، وأنه لا يمكن أن يكون كلام إله. ده مش كلام إله، القرآن مش كلام إله، ده اللي بيقوله الأخ رشيد وأمثاله كتير يعني. خلاص، في طبعا الإخوة المسيحيين اللي بيرددوا نفس الكلام ده دون دراسة أو معرفة ومجرد ترديد، فهو الرد موجه للأخ رشيد في المقام الأول وأمثاله يعني. طيب، من ضمن الادعاءات اللي بيدعيها الاخ رشيد حمامي ان هو بيقول ده القران ده مجرد حكواتي. يعني ايه حكواتي يا عم؟ يعني كتاب بتاع لوك بيكتب، مكتوب في اي كلام ملوش لازمه، كلام ملوش لازمه خالص، كلام ملوش لازمه. ما يصحش ان ده يكون كلام اله وانتوا يا مسلمين شويه مغفلين ومغيبين انكم مصدقين ان الاله يقول الكلام ده. طيب يا اخ رشيد، كالعاده هرد عليك من الكتاب المقدس. انت مش عاجبك كلام القران الكريم اللي بيقص قصص الانبياء باختصار لمجرد ان احنا ناخد العبره، بيدينا احكام شريعتنا الحلال والحرام بس. طيب انت مش عاجبك، طب ما تيجي نشوف الكتاب المقدس، قول لي ده ينفع يكون كلام اله ولا لا؟ الا اذا كان ده مش كلام الاله، يبقى مقدس ازاي؟ تعالوا نشوف في الكتاب المقدس. الكتاب المقدس بيحكي لنا حدوته في الملوك الثاني 6 على 25. بيحكي عن 2 ستات عملوا اتفاق مع غريب كده مع بعضهم. انا مش عارف ازاي دول يبقى يعني مش علق، احتراما لمشاعر اخواتي المسيحيين، لان زي ما قلت قبل كده الكلام موجه للاخ رشيد. 2 راحوا ستات، ولا واحده ست راحت تشتري الملك في الملوك الثاني 6 على 25. قال لها الملك مالك. يا واحده امراه سيده راحت بتشتكي للملك. قال لها الملك، ده اللي موجود في الملوك الثاني 6 على 25. قال لها الملك مالك؟ فقالت إن هذه المرأة، تشتكي واحدة ست تانية يعني، قد قالت لي هات ابنك فنأكله اليوم ثم نأكل ابني غدا، فسلقنا ابني وأكلناه، ثم قلت لها في اليوم الآخر هات ابنك فنأكله، فخبأت ابنها. فلما سمع الملك كلام المرأة مزق ثيابه وهو مجتاز على السور، فنظر الشعب وإذا مسح من داخل على جسده، فقال هكذا يصنع لي الله، وهكذا إلى آخر الحكاية. إيه ده أخ رشيد؟ كلام إله؟ كلام رسول؟ كلام أحد الرسل؟ إيه العبرة اللي ناخدها من الحكاية دي؟ 2 ستات واحدة بتشتكي اتفقت، واحدة اتفقت مع الثانية انهم ياكلوا ولادهم، فبتقول له اصل انا رايح تشتكي للملك، فبتقول له ده اتفقت ان احنا ناكل ولادنا، انا قالت لي قلت لها ماشي، فجبنا ابني وسلقناه وبعدين كلناه، وجبت ثاني يوم بقول لها ما تجيب ابنك علشان ناكله فخبته. ايه ده؟ طيب حكاية تانية. يقول بولس الرسول، الكلام ده في الكتاب المقدس يا جماعة، الكلام ده في الكتاب المقدس، ده يا اخ رشيد في الكتاب المقدس يا اخ رشيد اللي انت بتتهم القران انه كتاب حكواتي وبيقول كلام ملوش لازمه. نشوف يقول بولس بيتكلم، بيقول الرداء
الذي تركته في تراوس عند كاربث أحضره متى جئت؟ بعت جواب لواحد صديقه فبيقول له الرداء الذي تركته في تراوس عند كاربث أحضره متى جئت؟ بقى هاتولي وانت جئت. والكتب أيضا ولا سيما الركوك، الركوك دي يا جماعة يعني المخطوطات، وبيقول له سلم على ريسكا وأكيلة وبيت أنيسيفورس، أرستس بقي في كورنثوس، وأما تروفيموس فتركته في ميليتس مريضا. واحد باعت جواب لواحد صاحبه، ده كلام موجود في الكتاب المقدس يا جماعة، والله موجود في الكتاب المقدس، وأنا مش قصدي الاستهزاء، أنا فقط برد على الأخ رشيد اللي بيدعي بقول أنا سبت القرآن عشان القرآن كتاب حكواتي مفيش منه أي فايدة. فأتاك كتاب اللي أنت رحت له يا أخ رشيد، يعني واحد بعت جواب لواحد صاحبه، احترامي طبعا للنبي بولس، خلاص ما الكلام مش على كده خالص، انا برد على الاخ رشيد يا جماعه، خلاص ده موجود في الكتاب المقدس، ايه لازمته ده؟ يعني ايه ده؟ انا كنت عند صاحبي تامر اول امبارح، والنبي احمد على فكره انا بعد جواب بقى لاحمد، فاقول له انا كنت على فكره انا رحت عند تامر شقته في الحته الفلانيه، وعلى فكره انا نسيت هناك الجاكيت بتاعي، بسلم لي على أخوك حسين، وعلى فكرة الولد علي صاحبنا دون أنا سايبه عيان. إيه ده؟ إيه ده؟ في الملوك 1:40 دول صعد جميع الشعب وراءه، وكان الشعب يضربون بالناي ويفرحون فرحا عظيما حتى انشقت الأرض من أصواتهم، فسمع أدونيا وجميع المدعوين الذين عنده بعدهما انتهوا من الأكل، وسمع يؤاب صوت البوق، فقال ولماذا صوت القرية مضطرب وفيما هو يتكلم إذا بيوناثان إلى آخر. ده في الملوك 1:40 بيحكي عن الاحتفال بتاع الشعب، قصة حكاية. ايه ده؟ ايه ده يا اخ رشيد؟ ده اللي انت سبت القرآن علشانه، بتقول ده القرآن كتاب حكواتي وما فيهوش اي حاجة. طب ايه ده؟ طيب يعني ما هذا؟ ما هذا يا اخ رشيد؟ خلاص ده سيبك من انه كمان يعني بيبقى فيه ما بين السطور كده حاجات تدعو للدهشة، يعني هو بيقول وكان الشعب يضربون بالناي ويفرحون فرحا عظيما حتى انشقت الارض من اصواتهم. انشقت الارض من اصواتهم، ده لو 10 مليون واقفين وبيهتفوا الارض مش هتنشق. فازاي يعني؟ برضو حاجه كده خارج المنطق بيقول دي يا جماعه مجرد، يا اخ رشيد دي مجرد، يعني ممكن نقول حاجات تانية يعني هيبقى ليها مكان تاني، يعني في حاجات تانية برضو كلام، يعني أنا آسف ملوش لازمة، ولكن هيبقى له موضع في فيديوهات جاية إن شاء الله. نسأل الله أن يهدينا إلى الحق، نتقابل في حلقة تانية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.